على دعوتها لنا للحضور والمشاركة في تنشيط هذا العرس الرياضي البهيج الذي أنتم من يصنع حبات عقده وينظيم صمته والذي يدخل في إطار تحفيز وتشجيع التميز بجميع أنواعه وأشكاله. نشكركم جينا أن نجسد بكم ومعكم جيل مدرسة النجاح جيل المواطنة والحقوق والكرم. وأغتنمها فرصة لأرفع هذه القصيدة لأطفال لم يسعفهم الحال. كانت المدرسة قاسية في حقهم فحكمت عليهم بالرسوب دون إدراك جانب التميز.